النهارده هنعمل نوع من الحلويات حلو قوي اسمها المكشكشه، طالعه ترند. يلا نشوف مقاديرها وطريقه عملها ازاي. نعملها في بقى الايام دي ترند اسمه طريقه عمل المكشكشه. المكشكشه دي نوع من الحلويات، فانا قررت بقى اقلد الترند وادخل انا كمان واعمله بطريقتي بقى الخاصه. دول كوبايتين الحليب، وهنحط عليهم معلقة من النشا. كمان هنحط كيس من كريم كراميل. يبقى حطينا معلقة من النشا وكيس كريم كراميل. معلقة كده هنحط شوية فانيليا صغيرين ونقلب. هنجهز الشربات بتاعنا اللي هو بنحطه لأي حلويات، يكون يعني مش تقيل قوي، يكون متوسط. نسيبه نب يبرد، بعد ما يخلص يبرد كويس قوي يعني ما يكونش سخن، عشان لما نخلص المكشكشه هنسقيها بيه. المكشكشه دي يا جماعه بتتعمل من الجلاش. هنجيب جلاش، ودي صينيه، اي صينيه مناسبه، بس يعني لما تكون مستطيله بيكون اكتر. وهحط الصينيه كده واقيس عليها بحيث ان انا اقص الجلاش يكون بنفس المقاس. يعني انا عند الجلاش واحده هعمل صينيتين من المكشكشه. قصينا اهو الجلاش واحد اتنين مستطيلين مقياس الصينيه بتاعتنا. اوكي، ليه بقى سموها مكشكشه؟ لان احنا بناخد الاوراق بتاعه الجلاش اللي احنا قطعناها وبنعملها زي المروحه كده اللي احنا كنا بنعملها زمان واحنا صغيرين، فاكرين كده؟ هتقلبي كده وبعدين تقلبيها كده. اوكي، عشان كده سميت مكشكشه. هنكشكشها كده كلها. اوكي، الصلب ده اهي. اوكي كده اهو بالمنظر ده اهي، بقت واحده كده اسمها ايه؟ مكشكشه. وهنرصهم جنب بعض نعملهم كلهم. اوكي، نعمل كمان واحده اهي، سهله خالص. سهله قوي قوي. هنكون طبعا مسيحين سمنه في طبق، بدل ما احنا نقعد ندهن واحده بواحده، لا هنحطهم خلصهم زي ما انا هوريكم في الاخير كده. اهو بقت مكشكشه، نحطهم كلهم، نخلص الكميه دي كلها وبعدين نرجع تاني. صينيتنا بتعملها بقى، هندهن الصينيه بالسمنه اللي سيحناها من الجناب، ندهنها كويس عشان نحط فيها الرقاق اللي خلصناها من المكشكشه. خلصنا الكميه كلها اهي. ناخد بقى مكشكشه كده ونرص الصينيه جنب بعض كل الكميه. اوكي، نرسم جنب بعض كده حتى لما نخلص الكمية كلها. كده هنجيب السمنة اللي احنا سيحناها هي والزبدة، وهنسقي المكشكشة كلها. بدل ما كنا هنعمل واحدة واحدة ورقة ورقة في المكشكشة، لا احنا هنعمل الزبدة كده كلها وتتشرب اهي الطريقة دي، عشان ما نقعدش نتعب نفسنا ونعمل واحدة واحدة. اتشربت كلها بالسمنه. دلوقتي بعد ما سقيناها بالسمنه نحط الخليط بتاعنا اللي هو الحليب والكريم كراميل ومعلقه النشا، وهنسقيها بكل الخليط. سقيناها بالخليط، هنكون مسخنين الفرن على درجه 200 ونحطها حوالي ربع ساعه لما في الرف الوسطاني كده النص، بحيث ان هي تستوي من تحت وتتحمر من فوق. نشغل عليها الشعر في الاخر شويه بحيث انها تتحمر. بعد ان ندخلها الفرن لمدة ربع ساعة. شوفوا يا جماعة اللون تحفة ما شاء الله. دلوقتي هنسقيها بالشربات ونسيبها تبرد شوية. بعد الشربات نسقيها بقى باللون. قطعناها ونشوف بقى الجمال ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. يا جماعه ترند ايه ده؟ انا اللي هكتسح الترند. انصحكم تجربوها بالهنا والعافيه. ريحه اللي اكتسحنا الترند، ادي المكشكشه الجميله اللي ماليه الترندات وماليه السوشيال ميديا كلها. عملناها هنا في البيت، جميله جدا بالهنا والعافيه.